طيب هي الاول حاجه الفكره العموميه ان احنا هنعمل تصميم وهنبدا نعمل اكتر من بدايه للتصميم ونبدا نشوف افضل تصميم ممكن. كل الحاجات دي بتتم من خلال الكمبيوتر. طيب ايه هي الاستدامه؟ الاستدامه ليها تعريفات كتيره جدا، بس نقدر نقول ان احنا نغطي احتياجات الجيل الحالي من غير ما نيجي على احتياجات الاجيال القادمه. يعني انا الجيل اللي موجود حاليا انا هدي له احتياجات بتاعته، هو عايز يبني حاجه معينه هبني له المدينه اللي هو عايزها، بس المدينه دي مثلا المفروض انها تتبني مثلا ب 1000 طن حديد، ما اعملش هدر في الموارد وابنيها ب 1100 1200، لان ده كده انا هاثر على الجيل اللي جاي مش هيلاقي موارد يبني فيها. ازاي اعمل الموضوع دوت؟ ان انا اقلل الهالك، ده من ضمن الحاجات، ده جزء من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، ان انا اقلل الهالك. ممكن يبقى فيه هالك كتير جدا بسبب ان التصميم كان مش مظبوط، تمام؟ فانا بستخدم البيم في ان انا اطلع افضل تصميم ممكن. ممكن يكون في هالك بسبب ان الفابريكيشن او ان احنا عملنا الحاجات في المصنع البري فابريكيشن عملناها اكبر او اصغر، فلما رحت الموقع لقيناها قصيره مش تنفع فرميناها، او لقيناها اكبر فقعدنا نقطع في جزء بقى هالك. ده جزء الهالك ده ساعات بيوصل في بعض المشاريع ل 40% من تكلفه المشروع، ومفيش مشروع مبقاش فيه هالك، فاحنا بنستخدم البيم ده بحيث ان احنا نحاول نوصل للهالك ده لزيرو، ان مبقاش فيه هالك خالص. طيب اهم نقط احنا بنركز عليها في موضوع الاستدامه موضوع الطاقه، طبعا في نقط كتيره بس دي اهم النقط. موضوع الطاقه ازاي نستخدم البيم في تمام، ازاي نستخدم البيم في ان احنا نعمل تصميم يكون فيه اناره بالنهار، استفاد من اناره الشمس، استفاد من الاناره الطبيعيه. ازاي ان احنا نعمل تصميم يكون كويس جدا فنقلل من استخدام التكييف. ازاي نعمل تصميم يخلي فيه تهويه طبيعيه. طيب موضوع التهويه الطبيعيه دوت وموضوع الاناره الطبيعيه ده هيفيدنا، نخلي بالنا في الجزء دوت، يسهل علينا ان احنا نقضي على الفيروسات. يعني الفيروسات لما يكون في تهويه طبيعيه ولما يكون في اشعه الشمس بتدخل، ده من ضمن الحاجات اللي تقلل وجود الفيروسات في المكان. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنخلي بالنا منها واحنا بنصمم المبنى ان احنا نصمم حاجه امنه يكون فيها امن، ما يكونش فيه حاجه تقدر اللصوص تستخدمها انها تستخبى فيها او انها تسرق او كده، وحاجه تكون مصممه ان المكان يكون صحي. احنا بنقعد في المسكن بتاعنا تقريبا 90% من الوقت، 90% من الوقت بنقعد فيه يا اما في البيت يا اما في المكتب لا اما في الشباب زي حلقة. يعني انا ما بروحش على القهاوي بس اغلب الشباب بيقعدوا على القهاوي وهكذا، تمام؟ هو مصلح الجرين بيلدينج، هو مصلح الجرين بيلدينج هيدخل فيه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بناخدها في التصميم بتاعنا ازاي نصمم مبنى صحي امن يكون في متانه، يكون في شكل جمالي، لان لو كان شكله وحش الناس اللي هي معديه هتقعد تزعل علينا. يعني لو واحد رسم لوحه وحشه غير لما واحد صمم مبنى وحش، اللوحه الوحشه محدش هيشوفها انما المبنى الوحش هيأثر على المكان. وفي قول تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا ايام الحرب العالميه الثانيه كان بيقول فيها ان احنا بنصمم المباني وبعد كده المباني هي اللي تبتدي تصممنا. كان بيقول الكلام ده لما جم يصمموا مبنى زي مجلس الشعب عندنا كده، مبنى اللوردات عشان بيعملوا تصميم جديد، فقال لك لا احنا عايزين نكون ضيق والناس قريبه من بعض مش بعيده وهكذا. هو بيقول لك ان المبنى لو احنا صممناه كويس وصحي الناس اللي موجوده جواه هتبقى صحي، الناس هتبقى عندها صحه لو احنا صممنا مبنى صديق للبيئه، مبنى اخضر، مبنى فيه نوع من انواع الاستدامة. المبنى بيبقى عامل زي في مخلوق كده اسمه ام الفلول او بيسموه، هو عباره عن حيوان بينمو جوه زي قشره كده صلبه، فهو بياخد نفس شكل القشره الصلبه دي. فهي نفس الفكرة، احنا لو المباني بتاعتنا ضيقة او مباني غير صحية ده هيأثر علينا، فعشان كده احنا مهتمين جدا ان احنا نعمل تصميم صحي. من ضمن الحاجات برضه اللي احنا مهتمين بيها وهنشوف ازاي نستخدم البيم ان احنا نوفر المية، عايزين افضل تصميم بحيث ان الادوات الصحية نتأكد ان دي هتوفر لنا مية وهتبقى فيها اقل استخدام للمية. في اجهزة صحية فاحنا بنبدأ نشوفها وبنعمل مقارنة بين الجهاز العادي وبين الجهاز اللي هو بيطلع رذاذ من المية بحيث ان الواحد اللي بيستحمى ما يستهلكش ميه كتير. احنا يعني عندنا ازمه ميه على مستوى العالم كله،
تمام. فلازم ان احنا نوفر استخدام الميه، ما نعملش هدر في المياه. في برضو موضوع الماتيريال، وفي في مهندس محمود كان بيتكلم على موضوع اللين كونستراكشن دي او اللين مانجمنت. دي فكره جميله جدا ان احنا نحاول نوفر الهدر. طب بنوفر هدر ازاي؟ من خلال ان احنا نعمل ونستخدم البيم في التصميم بتاعنا، ونعمل دراسه للتصميم بحيث ان احنا نقدر نعرف فين الهدر ونتخلص منه. تمام. فهنلاقي مثلا في موضوع الطاقه دوت ان احنا نحاول نقلل استخدام الطاقه، ونحاول ان احنا ندور على مصادر بديله، ونحاول ان احنا نستخدم الطاقه الشمسيه. ممكن الطاقه الشمسيه بالنسبه لنا اغلى، فنبدا نعمل مقارنات. يعني ممكن تبدا تعمل مقارنه. انا عملت الموضوع ده عندي في البيت، وبدات اقارن بين الطاقه اللي هي كهرباء وبين الطاقه بتاعت شركه الطاقه الشمسيه، واختار افضل واحد فيهم. ممكن ان احنا نستخدم نختار الموقع نفسه، في برامج متخصصه في الانفر نقدر نختار افضل موقع. لو اخترناه هيوفر لنا طاقه من خلال ان في شمس كويسه مثلا، او موقع كويس، وهكذا. موضوع الميه برضو ان احنا نقلل استهلاك الميه، وان احنا نختار حاجه جري ووتر، وهكذا. طيب، وان احنا برضو الماتيريال نبدا نقارن بين البدائل. يعني حتى ممكن تستخدم ماتيريال تكون اسهل وافضل من الماتيريال الاخرى. في كذا رساله ماجستير ودكتوراه في موضوع المقارنه بين البدائل. بنبدا نحط ماتيريال معينه في قلب البرنامج، وبعد كده بنشوف حاجه تانية، وبنبدا نقارن بينهم، ونبدا نختار افضل حاجه للمبنى. طيب، هل هيأثر على الكوكب لو احنا صممنا المبنى بتاعنا كويس؟ الاحصائيات بتقول ان المباني بتستهلك 46% من الطاقه المجمله لكوكب الارض، وبتوصل 70% في المدن الكبرى. تمام. طيب، ففي استهلاك كبير جدا من موضوع الطاقه دوت، بالذات في المباني. لو احنا قدرنا نتحكم في الطاقه بتاعت المباني هنوفر كتير جدا. الكونستراكشن بتستهلك 53% من الماتيريال، ففي هدر بنسبه كبيره جدا توصل ل 40%. فلو قدرنا ان احنا نوفرها هنوفر ماتيريال كتير جدا على مستوى الكوكب كله. برضو الكونستراكشن ده من اكبر الاقتصاديات بعد الطعام. طبعا اكتر حاجه تجاره على مستوى العالم كله هي البنزين، وبعد كده القهوه. طيب، 13 مليون طن من ماتيريال بتوصل للموقع ولا تستخدم، لا اما بنلاقي بديل، لا اما حد بيغير، لا اما الملك مش عايزها. ففي هدر كبير جدا، في 99 مليون طن ويست هدر. فاحنا عندنا هدر كتير جدا في موضوع الصناعات. حتى في بريطانيا 21% في هدر وفيها مواد فيها مشاكل. فدي الحاجات دي لو قدرنا نسيطر عليها هنقدر ان احنا نخدم كوكب الارض، وان احنا نقلل الهدر. تمام. زي ما احنا شايفين في هدر كتير جدا، وخصوصا في مرحله التشغيل. فاحنا في البيم بنقدر نعمل حاجات قويه جدا في الفاسيلتي مانجمنت، بحيث ان احنا نقدر نسيطر على المبنى، ونقدر اوتوماتيك نطفي اي حاجه ما فيش حد بيستخدمها. يعني حتى ممكن في المدن لو في شارع ما فيش حد بيمشي فيه، هي اوتوماتيك كل اللونات تتقفل، واول ما حد يمشي في ايد اللونات واحده قدام واحده وراه وهكذا. فيبقى في الاستفاده للشخص بس، ما تبقاش الاناره قايده طول اليوم. تمام. طيب، فاحنا بنقول ان البيم هو اللون بتاعه اللون الاخضر. ان احنا ازاي اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا ازاي نعمل مباني صديقه للبيئه، ويكون فيها نوع من انواع الاستدامه، وتوفر في الطاقه وتوفر في الميه. ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلي قيمه المبنى اكبر، ان المبنى ده معروف ان هو صديق للبيئه. فبتلاقي ان الكلاينت ساعات كتير جدا بيطلب في المواصفات بتاعت المبنى ان انا المبنى بتاعي صديق للبيئه، بس ممكن وانا بصمم مش متاكد او مش عارف او كده، فبستخدم البيم عشان اتاكد ان دي فعلا الحاجه دي كويسه، بدل ما استنى حد اخر المشروع وبعد ما يسلم المشروع اكتشف ان في ماده انا استخدمتها بالشيء المناسبه للمكان دوت. يعني ممكن تكون في ماده مناسبه لبلد وبلد تانية مش مناسبه. على سبيل المثال، بره مثلا ما عندهمش شمس قويه، فبيعمل المباني الواجهه بتاعتها كلها ازاز، انما احنا هنا عندنا الشمس قويه جدا، فلما تعمل الواجهه ازاز بيبدا يخزن الشمس جواه، وبيخزن الحراره جواه، وهكذا.
فده بيعمل الحراره، المبنى بيبقى بيسخن بسرعه، فبتضطر تركب اجهزه تكييف عاليه جدا. فده بيبقى انت كده بتعمل اهدار للطاقه، عمال تحط اجهزه تكييف عشان تبرد المكان اللي انت تقدر اصلا تتحكم في الطاقه اللي فيه. فيعني احنا لو قدرنا نصمم حاجه كويسه تدخل هواء كويس، تدخل نار طبيعيه، ما تحبسش الحراره جواه، كل ده هيخلي استهلاك الطاقه اقل، ويخلي الشخص اللي قاعد موجود في المكان مستريح نفسيا، وده هيخلي امراض كتيره جدا بتصيب الانسان، سواء تنفسيه سواء نفسيه سواء كذا كذا كذا، الانسان يتخلص منها كلها، لان هو المبنى اتعمل مظبوط. ففكره في فرق كبير بين مبنى اتصمم والناس قاعده فيه، او صمم واحد معماري فاهم ايه اللي هو بيعمله، فاهم ان المبنى دوت هيسكن فيه بشر ولازم يكون مهيئ ليهم ومخصص ليهم. فاحنا زي ما انت شايف بنعمل بعض التحاليل بسيطه جدا. كان ممكن الحاجات دي تتعمل ببرامج غير برامج البيم، بس البرامج البيم بتعملها وبتصدر الشغل جاهز لبرامج متخصصه مش برامج بيم بس، تقدر تفهم في لغه مشتركه بينهم. يعني على سبيل المثال مثلا في برنامج اسمه ديزاين بيلدر، ده موجود من زمان، بس الفكره كلها ان كنت بتقعد ترسم اسبوعين ثلاثه تقعد ترسم المبنى عليه، ولو حصل اي تعديل لازم تخش ترسمه في ديزاين بيلدر، وهو غير مخصص للنمذجه فبياخد منك وقت كتير. دلوقتي بصمم الموديل بتاعي على اي برنامج من البرامج، وبشوف افضل زاويه ليه ايه، وبشوف لو انا زودت مثلا الحته دي هيعمل ظل ولا لا، لو انا صممت المبنى مثلا حرف سي وسبت فناء داخلي هيبقى افضل ولا لا، وكل الحاجات دي سهل جدا انها تتعمل ونبدا نشوفها ونشوف النتائج في ثواني، ما بتاخدش وقت، ونقدر نصدر الموديل ده لاي برنامج من برامج التحليل الحراري، التحليل الانشائي، التحليل المناخ، تحليل الظل، كل الحاجات دي نقدر نحللها ونبدا نشوف افضل نتيجه، وبيبدا يديك النتائج وتقدر تختار بسهوله الحاجه الانسب للمثال. وفي حاجه اسمها ريتنج سيستم، الريتنج سيستم دي هنتكلم عنها، في انواع منها كتير، منها اشهر منها نوع اللي هو الليد هنتكلم عنه. ده مش اسلوب من اساليب السستينابيلتي، هو نوع من انواع القياس بيدي لي مؤشرات عشان اتاكد انا وصلت لقد ايه، هل انا بحقق الحاجه دي ولا لا، يعني هل انا فعلا ماشي صح ولا لا. يقول لي مثلا هل انت بتوفر الماء ولا لا، طب لو بتوفر الماء بنسبه قد كده هديك درجتين، لو بتوفر بنسبه قد كده هديك 3 درجات، وهكذا، هنتكلم عنها بعد شويه، بس هي الفكره نبذه كده سريعه. طيب احنا دلوقتي هنشوف بقى ايه الفكره كلها. الفكره كلها ان انا بدخل كل المعلومات، ده فكره البيم. بيم يعني بيلدينج انفورميشن مانجمنت، يبقى لازم يكون في معلومات. لو انا بعمل حاجه شكلها حلو بس ما فيهاش معلومات يبقى ملهاش اي لازمه خالص. وخلينا نخرج كده بره الموضوع كده دقيقه كده بعد اذنكم ونرجع تاني. الفيروس اللي هو الكورونا ده مشكلته وخطورته ان احنا ما عندناش عنه معلومات، مش عارفين هل هو في السوق بيقل ولا بيكتر، هل هو نقدر نقضي عليه مثلا بحاجه معينه، هل هو بيهاجم الجهاز التنفسي ولا بيهاجم الدم، مفيش معلومات. فعشان كده الموضوع خطير، لو عندنا معلومات نقدر نتحكم، نعمل مانجمنت عليه ونعمل كنترول عليه. فهي المشكله ان احنا ما عندناش تحكم فيه، فعشان كده مش قادرين نسيطر عليه. انما لو عندنا معلومات هيبقى حاجه زي دور برد كده، تاخد له برشامتين او مرض انفلونزا تقضي عليه، تمام. فانت لازم تدخل معلومات. هندخل مثلا معلومات ايه على اساس ان البرامج الاستدامه دي تشتغل معانا، او نعمل محاكاه او الحاجات دي، او نقدر نشوف البرنامج. اول حاجه بتدخلها مثلا فلور بلان، لازم تكون عندك معلومات عن فلور بلان، الوولز، الروف، اليو فاليو بتاعتها، اللوكيشن، شكل المبنى، نظام التكييف هيبقى ايه، اللايتنج سيستم، العناصر الداخليه، الانتريور، العدد الغرف، كل غرفة ومكانها فين وايه اللي حواليها، وهل في حاجة حواليها مثلا مكيفة ولا مش مكيفة، كل المعلومات دي بنبدأ ندخلها. المكان بتاع المبنى موجود فين، عدد الغرف بتاعت المبنى، كل ما بتدخل معلومات كتيرة ومفيدة وفي محلها، كل ما هتاخد حاجات كويسة جدا. هتاخد ايه؟ الاستخدامات بتاعت الانرجي، هتاخد حسابات التكييف، هتاخد الهيتنج اند كولنج لود، هتاخد ثيرمال اناليسيس، هتاخد اللايتنج ديزاين، اللايف سايكل اسسمنت، اللايف سايكل كوست، الاستخدامات بتاعت الميه. في بعض الحاجات برضه يديك الليد هتاخد فيه قد ايه، عشان كده هذكرناه وهنذكره تاني. الانرجي ستور هيبقى يديك مقارنات كتيره جدا. طب لو انا استخدمت الاداه اللي هي موفره للميه او موفره للطاقه دي هيكون احسن، ولا لو استخدمت حاجه عاديه تكلفتها تبقى كذا، طب
التانية دي بتاعت اللي هي صديقة للبيئة دي أغلى سنة. طب الأغلى سنة ده هقدر أوفره خلال قد إيه؟ يعني عشان مثلا أشغل بطاقة شمسية وأشتري ألواح شمسية هيكلفني مبلغ، طب المبلغ ده هيعود عليا بعد إيه؟ ممكن يكون مثلا المكان بتاعك بعيد عن الكهرباء، هتلاقي نفسك بتوفر كتير جدا. إنما لو أنت قريب من الكهرباء فمش هتشيل سلوك ومش هتمد سلوك، فممكن تلاقي التكلفة جاية. فبتبدأ تدرس الموضوع وتبدأ تاخد قرار بناء على معلومات. عشان آخد قرار لازم يكون عندي معلومات، مش بالفقاقة ولا بالخبرة السابقة ولا كده، لا بتبدأ يطلع لك نتائج ويطلع لك دراسة للحاجات ديت وما بتاخدش وقت. فهي بندخل المعلومات، بندخل على أي برنامج من البرامج بتاعت البيم، وبرامج البيم دي بتصدرها لي ملف جي بي اكس ام ال غالبا او اي اف سي، وبعد كده باخد المعلومات ديت وابدا اعمل لها اناليسيس لديلايت لسي دي سستينابل ديزاين، مقارنه بين الماتيريال سستينابل ماتيريال، نبدا نشوف افضل ماتيريال موجوده. يعني بكون مثلا عايز زجاج معين فعندي 50 نوع من انواع الزجاج، فببدا اعمل مقارنات وابدا اشوف انسب حاجه ليهم ايه. فهي الفكره كلها ان انا ببقى عندي المعلومات وابدا اعمل لها تحليل وباخد المعلومات اللي عايزها. دي مثلا حاجات مثلا امثله على موضوع الانفورميشن موديل. بتعمل مثلا تحليل للاناره، لو في مثلا شباك مفتوح الاناره بتدخل فين، طب انا محتاج ان انا اركب حاجه بحيث تدخل الاناره افضل او كده، تحليل للحراره اللي موجوده، الكلام ده سواء لمدينه كامله او لشقه او لبرج او ايا كان المبنى. في برامج متخصصه جدا للتحليل بتاع الانرجي وان احنا نعمل سيموليشن. فالموضوع دوت بيخلينا نقدر نتحكم في الطاقة ونتحكم في استهلاك المية ونتحكم في الماتيريال اللي احنا هنستخدمه. طيب الكلام ده المفروض يبدأ بإيه؟ يبدأ من أول يوم في أنواع المشروع ويستمر معانا. وطبعا كل أطراف المشروع بتشترك معانا، معماري وإنشائي وكهروميكانيكال، بيبدأ يدخل المعلومات ويبدأ يقول إيه المعلومة اللي هو محتاجها وإحنا نوفرها له. وكله بيبدأ يحط في قلب الموديل، هو موديل واحد. وكل واحد بقى بيجيب مثلا معلومات من المصنع الفلاني يحطها، معلومات من الكهرباء يحطها، بحيث لما نطلب منه اي معلومه يدينا معلومه قويه ومعلومه في مكانها. فانت بتدخل المعلومات الخاصه بالستراكشر، التكييف، الالكتريكال، البايبنج، الانرجي اناليسيس، كل الحاجات ديت بتبقى موجوده في البيم زي ما انت شايف. موديل 3 دي في كل الحاجات الخاصه بال المبنى، كأن في مبنى موجود حاليا وانت بتقرا الاستهلاك بتاعك، مثلا استهلاك كهرباء، استهلاك الميه. طب كل الكلام ده بقى على الموديل، ان انا لو انا غيرت الحاجه دي بحاجه تانية هل هتوفر ولا مش هتوفر معايا؟ بنبدا نعمل تحليل للاريا اناليسيز، للسولار اناليسيز، بنبدا نعمل تحليل للماتيريال. طيب اشهر حاجات في الريتنج سيستم، احنا قلنا اتكلمنا عن الليد وده الامريكي وده الاشهر، في البريم اللي هو البريطاني. طبعا في دول كتير بتستخدمه البريم وفي دول كتير بتستخدم الليد، يعني دول اشهر نظامين ويكاد يكون الليد هو رقم واحد. في عندنا الالماني دي جي ان بي، وده يعني من الحاجات القويه جدا. الاستدامه ده في الامارات، الجي ساس في قطر، وفي الارز في لبنان، وفي مصر ايجيبشن جرين بيلدينج، وما شاء الله ده يعني قوي جدا. في نقطه قويه جدا في الايجيبشن جرين بيلدينج مش موجوده في اي نظام اخر، اللي هو النظام الهرم الاخضر اللي هو دوت، بيدي درجات لو انت مطبق البيم. لو انت مطبق البيم بتاخد درجتين، لو مطبق البيم مع الاستدامه بتاخد 3 نقط، لو انت مطبق البيم مع الاستدامه مع الفاسيلتي مانجمنت بتاخد 4 نقط، وده من افضل الحاجات. يعني مفيش نظام تاني ذاكر البيم او بيدي درجات على البيم بالقوه ديت. طيب فاحنا من الحاجات الاساسيه عشان نبدا الشغل بتاعنا البيلدنج لوكيشن، المكان بتاعه، الاورينتيشن، الاتجاه بتاعه. ممكن لو لفيت المبنى بس كده 10 درجات تفرق معاك كتير جدا. نحاول ان احنا نشوف صوامات الميه ازاي نتحكم فيها. الاوت دور اير ديليفري مونيتور، ان احنا نراقب الهواء وكده، الفنتليشن، الثيرمال كونفورت، والراحه الحراريه. زي بقى الصن والشادو نبدا ندرسها، الرياح، السولار لود،
الديلايت، الانرجي كود. تخيل بقى ان كل واحده من دول عندك بنام وسكيل، كل واحد من دول بتعمل موديل جواه عشان تعمل التحليل بتاعه. يعني سي اف دي عندك برنامج بتاع سي اف دي زي برنامج اناليسيز او اوتوديسك سي اف دي، بتقعد تعمل موديل من اول وجديد، فتبذل جهد، فانت محتاج تبذل 20 مره تعمل موديل من اول وجديد. فالبين ما حلك المشكله ده ان انت تعمله مره واحده وتاخد نفس الموديل تديه كل البرامج دي وتبدا تعمل لها التحليل بتاعها. ده مثلا فيزيكال موديل اهو موجود. في تحليل تاني للترانسبورتيشن اوف ذا سوفت وير، في سان لايت اللي هو سي اللي هو دوت، ده حتى ممكن تعمله جوه الريفت. طبعا في برامج بتبقى متخصصه اكتر زي برنامج مثلا الايكوتكت، وان كان يعني عشان نتكلم بصراحه في برامج قويه جدا بس الشركه ما بقتش تدعمها، فالافضل ان انا اسيبها لبرامج تانية. يعني برامج الايكوتكت من اكتر برامج الواحد بيشتغل بيها وبتطلع نتائج حلوه وكويسه جدا، بس هي الفكره كلها ان البرنامج ما بيدعموش، فلو في اي تطوير مش هتلاقيه موجود في البرنامج. زي برنامج فازاري من اسهل البرامج واقوى البرامج وبتعامل مع الريفت وكل حاجه، بس الشركه وقفته. فانت خليك مع التطورات اللي بتحصل، ده هيكون افضل بكتير. تمام، عندنا الويند اناليسيس تحليل الرياح مثلا في الاف هوت، عندنا مثلا مدينه طبعا نشوف الرياح لو جت. طب لو انا بنيت سد كده مثلا او بنيت سور مثلا او بنيت مبنى هنا هيأثر ازاي وهكذا. الشادو هو color of the shadow range، هنا برضو بعض تحليل الشيدنج اناليسيس هو البي، هنا بيبدا يحلل الثيرمال اناليسيس، هنا الشادو رينج، دي هنا الانترنال سولار اكسس. فانت عندك الموديل بيلدنج جيومتري، الويزر، الاتشفاك سيستم، الانترنال لود. فمفيش حد مهندس يقول لا انا الاستدامه مش تبعي، لا كل واحد الاستدامه بيدخل في التخصص بتاعه وهو بيستفاد من الاستدامه وهو بيقدر يعمل حاجه صديقه للبيئه. فتقدر ان انت تعمل بيلدنج بيرفورمانس سيموليشن اللي هو البي بي اس، من خلال التعاون كل الناس والانفايرمنت والشفاك سيستم والبيلدنج انفلوب والكيوبمنت، تقدر تخصص كل الحاجات دي. برضه من اول حاجه في المشروع بنعمل سايت اناليسيس، بنبدا نشوف السايت نفسه هيتعمل ازاي، ولو انا ما عنديش حته ارض معينه اقدر اختار افضل ارض يتعمل عليها المشروع. بنعمل انرجي موديلنج، ممكن تعمل بس كده ايه شكل الكتله وهو البرنامج يبدا يتخيل ان هو ادوار ويتخيل ان في شبابيك ويبدا يعمل لك اناليسيس ويبدا يديك اكتر من اختيار ويبدا يديك افضل استخدام للحاجات دي. برضه في موضوع الكربون ده مهتمين بيه جدا في بريطانيا وعاملين له اكواد، فبتبدا تعمل محاكاه لاكثر من حاجه وتبدا تشوف افضل حاجه بحيث نقلل الكربون في المبنى. دي اهو الكربون فوت برنت مهتمين بيها وبيبداوا يشوفوا افضل استخدامات، وفي اكواد ليها في بريطانيا بحيث ان احنا نقلل التلوث. برضو موضوع الماتيريال، ان احنا بنحاول اثناء ما احنا بنبني نقلل الهدر في الموارد، بنحاول نشوف اقل هدر في الموارد، واحنا بنصمم برضو اقل هدر في الموارد، واحنا شغالين بنحاول برضو نختار افضل افضل الماتيريال اللي تخلي الراحه اللي موجود في المبنى، بتدخل الاناره وفي نفس الوقت ما بتحبسش الحراره جوه المبنى الا لو احنا محتاجين ان احنا نحبسها الحراره. ده مثلا مثال، ده جوه الريفت بنبدا نشوف المعلومات اهي بتاعت المبنى. ممكن تستخدم برنامج مثلا زي تالي بيبدا يديك تحليل ل المبنى اهو. هنشوف كذا برنامج دلوقتي بيعمل تحليل للمبنى بشكل قوي، طبعا كل واحد فيهم قوي في حاجه. تمام، زائد ان انت ممكن تستخدم السكادول الويت باور ريفت. السكادول باور ريفت احنا استخدمناه قبل كده في كذا مشروع ان هو يديني المعلومات، يعني الريفت او الاركيكات بيبقى فيه معلومات، فانا بعمل سكادول وخاص مثلا بالليد او بالجي ساس او باي نظام من النظام دوت، بقول له مثلا ابدا ادرس لي كام نسبه المساحه الخضراء. كام نسبه المساحه الخضراء بالنسبه لمساحه الفلور؟ دي بنبقى محتاجين عشان ناخد بعض النقط على سبيل المثال. فبنعمل كذا سكادول موجودين جاهزين فاضيين من قبل ما نبدا المشروع. احنا مصمم المشروع بيبدا يجيب لي النتيجه ان دي نسبتها قد كده، فهل انت حققت المطلوب ولا لا؟ تمام، يعني كان في قبل كده مشروع ولازم نسبه المساحه الخضراء لنسبه المباني تكون نسبه كذا لكذا،
لو انت ما حققتش النسبه ديت هتخسر بعض النقط، والمشروع كان مشترط ان انا احقق نقط معينه. فدي مجرد ان انا عملت الجدول دوت بدا هو يطلع لي النتائج اللي اقدر ابعتها على طول اعمل لها سبورت من غير ما اعدل فيها حاجه او ابذل فيها اي جهد. تمام، ده هنا برضو ماتيريال يوز، ممكن تستخدم الماتيريال ديت او ديت، ممكن تعملها بالخشب، ممكن تعملها بكذا. فبدا يشوف افضل استخدام وبيعمل الاناليسيس ليها واختار هو الحاجه اللي هي بالخشب. برضو استخدام الووتر، عندي كذا التواليت ممكن تستخدم نوع مثلا في زرار واحد فينزل ميه مره واحده، ممكن يبقى في زرارين لو حسب الاستخدام بتاعك اللي انت عايزه، وهكذا. برضو الاحواض، يعني في كذا حاجه تقدر تستخدمه. ف باستخدام الادوات بتاعه البيم بقدر اقارن بين البدائل وابدا اشوف افضل بديل بالنسبه لي ايه. تمام، بحيث ان انا استخدم حاجه توفر لي وفي نفس الوقت ما يكونش تكلفتها عاليه. ممكن تكلفتها عاليه تكون تكلفه عاليه وما تحققليش المراد ليا. تمام، ده مثلا هو السستينابيلتي في مدينه كامله، بنقدر نحط كل ده على البرنامج. في برامج زي مثلا اي بي سي، اي بي اس، تقدر تحط مدينه كامله وهو يبدا يقول لك اذا كنت هتقدر تحقق الاستدامه في المدينه دي ولا لا. بيقدر يقول لك الفريش اير هتعمل ازاي. مثلا اللايتنج اناليسيس، في برامج متخصصه وفي كل برامج متخصصه في اللايتنج اناليسيس بتاخد من برامج البيم على طول، اصبح في لغه مشتركه. يعني هم عاملين حاجه اسمها بيلدنج سمارت، دي منظمه بتبدا تشوف افضل حاجه بحيث كل برامج البيم تدي كل برامج الاستدامه باسلوب سهل جدا، كان هم بيخترعوا لغه مشتركه يتناقشوا فيها. فمجرد ان انا اصدر الملف الجي بي اكس ام ال يدخل على برامج ثانيه ويبدا يعمل اناليسيس للموضوع. ولو انت مبرمج تقدر تلاقي سهوله جدا ان انت توفر كل عناصر مبنى وتخليها تعمل اناليسيس، عكس لما تاخد حاجه مثلا كاد او حاجه زي كده ما بتبقاش فاهم الخطوط دي عباره عن ايه. انما في البيم لا، بيبقى سهل جدا بجهد بسيط جدا تقدر تبرمج الحاجه ان هو يعمل لك تحليل للاناره، تبدا تشوف هل الاناره اللي انت حاططها دي كافيه ولا في جزء مش وصل للاناره ولا في جزء الاناره زايده وهكذا. فبتبدا تعمل دايلايت فاكتور، دايلايت الدي جي بي واليو دي اي، كل الحاجات ديت تقدر تعمل لها اناليسيس في قلب البرنامج. وتظهر معاك حاجات 2 دي و 3 دي ويبدا يقول لك ايه الاماكن اللي ما فيهاش اناره محتاجه ان انت تزود لها اناره، بدل ما تعمل مبنى وتتفاجئ ان في جزء النور فيه مثلا مش كافي. لو انا عندي مثلا فتحه في السقف مثلا توصل لحد فين، والاناره الطبيعيه واصله لحد فين، وهل الاناره دي هتبقى مضره فمضطر ان انا اركب حاجه مثلا تصد الاضاءه شويه او صغر فتحات او كبر فتحات، كل دي بتتعمل لها تحاليل وهو بيبدا يقول لي ايه افضل حاجه. طيب، هو المهندس محمد بيقول ان هو هيصرف كام 5 دقايق وهندخل تاني على نفس الرابط. تمام، وهحط لكم حاجه في الشات دلوقتي قبل ما نفصل اهوت. ده عباره عن كتاب ان شاء الله يكون مفيد في الجرين بيم للمهندس ياسر او سعود والمهندس حماد ودكتور رياض العبد. مشكورين، كان عملوا كتاب وحاطينه اوبن سورس لو حد عايز يطلع عليه. تمام، وان شاء الله تبقى فيه شهادات للناس اللي حضرت المحاضرات. مجرد بس المهندس محمد حنفي يحط الرابط، يسجل اسمه والايميل بس، وان شاء الله اللي حضر محاضرتين او ثلاثه يبدا ياخد الشهاده ان شاء الله. يعني هو حاطط قواعد معينه هو يقدر يقول احسن مني باذن الله. تمام، طيب هو ان شاء الله هيفصل خلال 4 دقايق فنكمل. هو هنا مثلا بيحلل برضو الاناره، مثلا عندي هنا مبنى مثلا في دراسه للطلاب، فبيبدا يحدد الاناره ويبدا يشوف مثلا الاناره الافضل تكون مثلا عند المدرس، ويبدا يقول لي اذا كان في جزء مثلا في مشكله في الاناره، ممكن الاناره لو زياده الطلبه يحصل لهم زغلله وما يعرفوش ان هم يركزوا. تمام، اهي ده مثلا تحليل الاناره بتاعت المبنى كله، ده من خلال برنامج الريفت من غير ما نسطب اي ادنس عليه. في ادنس كتيره بتسطب جوه الريفت بتعمل الموضوع ده، واقدر اصدر من قلب الريفت لبرامج كتيره جدا احسنهم ديزاين بيلدر. ديزاين بيلدر من اقوى البرامج حقيقه، يعني بعد تجربه عشرات البرامج. طبعا كل واحد ليه بيشوف ان البرنامج افضل من البرنامج،
بس هو يعني زي ما بيقدر ميزته ان الشركه بتاعته بتطور فيه، ما بتلغوش زي برامج زي البازاري وزي الايكوتكت. تمام. طيب واحنا شغالين في البيم عشان نقدر نعمل تحليل ويطلع مظبوط وما بقاش بنصب على الناس، لازم ندخل معلومات كتير قوي، زي هل في الواجهه فيه ازاز مثلا ولا لا، طب بنسبه قد ايه، طب استخدام المبنى عباره عن ايه، هل هو اوفيس، هيختلف تماما لما يكون المبنى ده بيستخدم اوفيس غير لما يكون هوسبيتال مستشفى، غير لما يكون مدرسه، غير لما يكون مبنى حكومي، غير لما يكون مبنى سكني. تمام. تمام مظبوط. واحد بيقول في ديزاين بيلدر بيبقى في مشكله في الجيومتري، الناس من كتر الشغل بتبدا تعرف المشاكل وتحلها. في خصائص للفلور، بيبقى ايه الخصائص بتاعتها، اليو فاليو بتاعتها، الوول، كل الحاجات دي نبدا ندخلها وبتدخل معلومات مظبوطه فبيطلع لك التحليل المظبوط، بس لازم تدخل معلومات مظبوطه. ده برنامج الاي اي اس اتكلمنا عنه ان هو بيبقى لمدن كامله، تقدر ممكن تديله جيومتري بتاعت الاشكال وهو يبدا يعمل لك التحليل بتاعها، ويستخدم في مدن كامله موجوده في المنطقه العربيه. اهو مثلا ده جوه مبنى، جوه مثلا مبنى اهو، فبدا يحلل الواجهه الخارجيه ديت انترنال سولار، وبدا يشوف الشعاع الشمس هيبقى داخل ازاي، وهل هيبقى لطيف ولا مش لطيف، بدل ما تصممه في الاخر تكتشف في مشكله. وانت بتصمم تقدر تعمل حكايه وتبدا تشوف، بتبدا تشوف برضو المناخ عامل ازاي في الصيف وفي الشتاء وفي الفصول بتاعت السنه، درجه الحراره، تقدر تحدد الهيتنج اند كولنج لود. كميه المعلومات اللي انت بتدخلها او اللي انت شغال عليها في برامج البيم بتبقى مهوله، بس هي بتبقى فيها حاجات افتراضيه كتيره بتسهل عليك، زائد ان هو بيطلع لك نتائج كويسه جدا، بيديك يعني بياخد منك البيانات ويديك حاجات رهيبه جدا بتسهل عليك. هنا مثلا تحليل الهيتنج اند كولنج لود، ده كان مبنى بسيط جدا، مجرد بس احنا حطينا الغرف والروم، بدا يحلل كل غرفه وبيديني الاستخدام بتاعها والفوليوم ودرجه الحراره وكولنج اير فلو وكل الحاجات ديت، من خلال ان احنا رسمنا حاجه بسيطه جدا، ما بذلناش جهد كبير جدا عشان نعمل الموضوع دوت. الوزر داتا، المعلومات برضو بتبقى كل الحاجات دي بتبقى في قلب البرنامج، في برامج متخصصه، وجوه برامج البيم هو بيبدا يدخل لي موضوع القشري جاهز، يعني هو بيبقى جواه معلومات كتيره جدا، ما بضطرش ان ادخلها تاني، هي بتبقى في قاعده بيانات البرنامج بتاعت البيم.